مع انطلاقة شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثاني عشر وهو الخاص بالإذاعة الجعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. نتابع مقدمة هذا الشوط، نسير بالصدارة وأرى الديجور من قاد المجموعة عبد الله بن محمد بن نعيف العامري، متابعا لانطلاقة الديجور المركز الثاني من الجانب الآخر. المركز الثاني من الجانب الآخر أرى التحديات مستمرة والانطلاقات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات حتى أيضا تتضح رؤية المركز الثاني. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات والتسلل من مياس لعلي بن سالم بن دغيش الكتبي. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام هجام حامد بن حميد بن حمد بن سفر العديني من يتابع انطلاقة هجام مع المركز الرابع، وخامس التحديات من الجانب الآخر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من الحنيش لعلي بن سعيد الراحي من يتسلل بدوره وينطلق مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام القدوم أيضا من عمق الميدان والتحديات، التحديات من نجدان لمحمد بن سالم بن خليفة الكتبي، والقدوم أيضا بدأ ينضم في هذه اللحظات مداد لمحمد بن هلال بن سالم بن عبيد الحميري. بدأ ينطلق مداد مشاهدينا متابعين الكرام وينطلق مباشرة مع المركز الخامس. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بسادس التحديات والقدوم من الحنيش لعلي بن سعيد الرايحي العليلي، نقلتنا التالية مع المركز السابع. تابعا مشاهدينا متابعين الكرام مياس لعلي بن سالم بن دغيش الكتبي الدور المركز الثامن، ومع المركز الثامن الشارد لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع. المركز التاسع باره القدوم في هذه اللحظات من الظبي لمظفر بن محمد بن خموشه العامري، متابعا لانطلاقه الظبي مع المركز التاسع. وعاشرا من الجانب بالآخر أرى هناك الظبي الآخر محمد بن عبد الله بن براك الهاجري من أعلن انطلاقة الظبي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام والجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن نتابع الصدارة. نعود مع المقدمة مع التحديات الرائعة مع الانطلاقات الجميلة، والديجور يقود المجموعة ينطلق بهذا التحدي. هو عبد الله بن محمد بن نعيف العامري من اعلن انطلاقه الديجور على مقدمه هذا الشوط المركز الثاني. المركز الثاني نتابع نجدان لمحمد بن سالم بن خليفه الكتبي يتدخل ايضا وينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات عالي لسويدان بن عبيد بن سويدان العامري ينطلق ايضا باول تحدي واثاره مع هذا الانطلاق. لكن ارى التسلل من هجام حامد بن حميد بن حمد بن سفر العديني يتابع انطلاقه هجام اللي هجم وانطلق مع المركز الثالث. خامس التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الآخر القدوم والتحدي، التحدي المثير والانطلاق الرائع. نتابع التحديات المستمرة والتسلل من الشارد لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ومن الجانب الآخر الحنيش لعلي بن سعيد بن رايحي العليلي. نتابع التسلل، نتابع الانطلاق مشاهدينا
مشاهدينا متابعينا الكرام. والظبي الظبي الظبي بدا يتدخل في هذه اللحظات، انطلاقته متميزه الظبي ومحمد بن عبد الله بن براك الهاجري متابعا لانطلاقه الظبي اللي تسلل بدوره، بدا ينطلق مع الاسامي المتقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير مع المركز الثامن، نتابع ثامن التحديات والانطلاق، الانطلاق ايضا من الظبي المظفر بن محمد بن خموشه العامري، وتاسعا من الجانب الاخر مداد لمحمد بن هلال بن سالم بن عبيد الحميري، ومع المركز العاشر، المركز العاشر، المركز العاشر هملول لعبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة، ولكن نعود بصدارة هذا الشوط مع هذا التجمع، مع هذا الانطلاق على مقدمة هذا الشوط، أكثر من اسم، أكثر من شعار أيضا، والتحدي والإثارة حاضرة في هذا الشوط، والتغييرات، التغييرات مستمرة. نتابع الظبي اللي انطلق بالصدارة، ومحمد بن عبد الله بن براك الهاجري، من يتابع انطلاقة الظبي. المركز الثاني هجام من الجانب الآخر، حامد بن حميد بن حمد بن سفر العديني متابعا لانطلاقة هجام مع المركز الثاني. ثالث التحديات للشارد لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري متابعا لانطلاقة الشارد مع المركز الثالث. وصل مع المركز الرابع الديجور لعبد الله بن محمد بن نعيف العامري. النقلة التالية مع المركز الخامس، نتابع مداد لمحمد بن هلال بن سالم بن عبيد الحميري، ولكن أرى القدوم في هذه اللحظات. التحديات مستمرة، الانطلاق من الظبي لمظفر بن محمد بن خموشة العامري، وعالي عالي عالي من الجانب الآخر سويدان بن عبيد بن سويدان العامري. يا سلام، والقدوم في هذه اللحظات، والتسلل، التسلل من هملول لعبد الله بن علي بن ضاعن الغفري ينطلق مع المركز الرابع. التغييرات مستمرة، التحديات رائعة، ولكن نعود بالصدارة. نتابع هجام اللي هجم على الصدارة، انتزع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، حامد بن حميد بن سفر العديني من انطلق بناموس هذا الشوط، من هجم على الصدارة مع هجام، ولكن نتابع هملول لعبد الله بن علي بن ضاعن الغفولي، ونجدان مع المركز الثالث محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي. من يتابع انطلاقة نجدان محمد بن سالم بن خليفة بورويس الاكتبي ينطلق مع نجدان، ومع المركز الرابع أرهني الظبي لمحمد بن عبد الله بن براك الهاجري ينطلق برابع التحديات، ومع المركز الخامس مياسر احمد بن عبيد من حميدان الفلاسي. يا سلام، صدرت الاوامر يا سلام، يا سلام، بدت الاوامر مبكرا في هذا الشوط، ولكن هجام هاجم على الصداره، هاجم على المقدمه، شان الهجوم مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن الظبي مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن مراكل هاجري، وهجام على الصدارة هو الأقرب. حامد بن حميد بن سفر العديني، من يتابع انطلاقة هجام، باعد المسافة، رقص في اللحظات الأخيرة. يا سلام، تهانينا لحامد بن حميد بن سفر العديني على فوز هجام بالمركز الأول. سلام يا المملكة، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي قدمه هجام. تهانينا حامد بن حميد بن سفر العديني على فوز هجام بالمركز الاول. المركز الثاني هملول عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي. المركز الثالث الظبي محمد بن عبد الله بن براك الهاجري. المركز الرابع نجدان لمحمد بن سالم بن خليفه برويس. المركز الخامس مياسنا احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هجام الى خط النهايه، 9 دقائق 39 ثانيه، 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لحامد بن حميد بن سفر العديني على فوز هجام بالمركز الاول، واللي وصل مع المركز الثاني هملول 9 دقائق 40 ثانيه، 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا لعبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي، واللي وصل مع المركز الثالث الظبي يقطع المسافه في 9 دقائق 40 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن براك الهاجري.